مساء الخير عليكم مشاهدينا، واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج ساعه مع جهاد. كان في تلاجة كبيره تابعه لشركه مواد غذائيه، والعامل دخل التلاجة دي في نهايه اليوم عشان يعمل جرد للصناديق، وفجاه الباب اتقفل. طبعا التلاجة دي كانت عباره عن غرفه كبيره جدا، واول ما باب اتقفل على العامل فضل يخبط 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 عشان حد يسمعه او يفتح له حتى الباب. للأسف مفيش حد سمع. مش بس كده، لا كمان ده كان آخر يوم في الأسبوع، يعني لسه كمان يومين أجازة. الراجل أيقن إنه هو خلاص ميت ميت، خلاص بقى هو جوه تلاجة كبيرة درجة الحرارة تحت الصفر، فخلاص بقى ميت ميت. فضل يكتب اللحظات اللي هو حسها وهو جوه التلاجة دي، إن أطرافه بدأت تتجمد وانه هو خلاص حاسس ان هو هيموت من البرد. وبعد يومين رجعوا الموظفين وفتحوا التلاجة دي، لقوا فعلا العامل ده متوفي. طيب العجيب بقى ان التلاجة اصلا ما كانتش متوصلة بالكهرباء. طب يا ترى ايه اللي يموت العامل ده؟ الوهم. اللي موت العامل ده الوهم، وهمه بان خلاص هو جوه التلاجة درجة التبريد عالية جدا ان هو هيموت. وللأسف ده أصبح عنده حقيقة وفعلا توفي. العبرة من القصة دي إن احنا ما نسيبش نفسنا للأفكار السلبية، لا ما نسيبهاش تأثر على حياتنا بشكل يخلينا نوصل نبقى بالمرحلة دي. لازم يكون جوانا إرادة وعزيمة. خليك واثق في نفسك، خلي عندك طموح، كون أنت سبب نجاح نفسك. ما تستناش إن حد يمسك ايدك ويشدك، هو محدش هيشد ايدك، انت اللي بايدك تشد نفسك للنجاح. علشان كده النهاردة معايا نموذج للإرادة والعزيمة، نموذج للمرأة المصرية القوية الحديدية. معايا ومعاكم الأستاذة منى الشاعر، مسؤولة توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة القوى العاملة. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك حبيبي، نورتيني. ده نورك. لا بس ايه الشياكه دي النهارده؟ عكسك اهو على هو. لا والله ما اشك منك، انت جميله. ربنا يخليك يا حبيبتي. يا رب. انت عارفه انا بحبك قد ايه يعني. تسلمي لي يا رب، ربنا يخليك. كنت عايزه اسالك في الاول، ازاي بيتم التنسيق ما بين الشركات وما بين ذوي الهمم؟ احنا بيجي لنا كل شهر حاجه اسمها نشره التوظيف. لازم كل شهر كل الشركات بتقول لنا مثلا على العدد اللي مطلوب من الاصحاء، عشان نستوفي النسبه بتاعت 5% اللي هي من ذوي الهمم. تمام. فبيبقى في تواصل بيننا كل اول شهر، لازم تيجي لنا النشره دي. طيب التواصل ما بينكم ما بينهم بيكون ازاي؟ في مندوب بيجي لنا من الشركه كل شهر. تمام. كل الورق اللي احنا محتاجينه بيجيبه معايا. يعني انتوا مثلا لما تجيلك حاله تمام، بتتعاملي معاها ازاي؟ بالنسبه للاصحاء ولا من ذوي الهمم؟ لا من ذوي الهمم. ذوي الهمم انا اول حد، يعني اول حد يقعد معايا بساله الاول، انت عايز تشتغل وتثبت وجودك ولا عايز انك انت تاخد مرتب وتقعد في اللي هو العمل غير مفعل؟ تمام. حسب ما هو بقى راحته النفسيه وراحته الصحيه، يعني هل هو عنده طاقه ان هو يروح ويجي ويشتغل ويثبت وجوده؟ ماشي، بيدخل اوريدي. يعني انتوا دي بتحددوها بناء على الحاله اللي جايه، على الحاله اللي هو فيها نفسها. وعلى فكره في ناس بيجوا لنا الحاله الصحيه بتبقى تعبانه جدا، بس من جواه عايز يشتغل، عايز يثبت انا اقدر، انا عندي طاقه، حالته تعبانه تعبانه. يعني ساعات احنا انا ممكن اوفر كرسي متحرك لشخص هو ما عندوش كرسي بس عايز يخرج، عايز يشتغل. واخده بالي؟ طب ممكن تاخد المرتب وانت قاعد في البيت؟ لا انا عايز اثبت وجودي، فاحنا كلنا بنقف جنبه بنساعده. طيب بحكم ان حضرتك بتتعاملي مع ذوي الهمم او ذوي الاحتياجات الخاصه، ايه اكتر مشكله بتواجههم؟ والله في مشاكل كتير. اكتر حاجه هنمسكها من الطفوله كده المشاكل الاسريه. الطفل المعاق بيبقى بالنسبه لباباه، مش طبعا مش كل الاسر، بالنسبه لباباه ومامته حاجه متعبه، حاجه ايه يعني كانوا زمان بيقولوها ايه، عار. هو فعلا في اولياء امور مثلا الاب او الام بيتعاملوا على ان لا ما ينفعش ان هو يخرج. ما ينفعش بالظبط كده. وفي نفس الوقت ممكن اسره ثانيه تقول لك لا من خوفنا عليه ومن حبنا فيه لا ما يخرجش المجتمع، لان ما حدش هيخاف عليه زينا، ما حدش هيحس باحتياجاته غيرنا، فبرضه في الحالتين هو مقفول عليه.
ناسين ان هو انسان له كيان، له طلبات، له حياه عايز يعيشها، له تجارب يجرب. افشل افشل ما انجح انجح، من حقي كانسان ربنا اداني كل حاجه ماشي. فدي المشاكل اللي هي بتواجه اكتر، يعني اكتر نسبه من ذوي الهمم. ماشي، انا عايزاك تكلمي لي، بصي انا عايزاك تكلميني عن كل المشاكل اللي بتواجههم، عايزين ناخدها احنا مشكله مشكله. في مشاكل كتيره قوي يعني، احنا عايزين حلقات الاتاحه، خلينا ناخد حاجه حاجه كده. ما انا بقول لك في مشاكل كتيره يعني. انا مثلا لو رايحه مول بتعب من شيل الكرسي، وممكن حد يشيلها غلط، وممكن حد لازم انا اوجه اللي هو بيشيل الكرسي عشان ايه يطلعني مثلا سلمه، ولو كده مش ما بيشيلش كويس فبقع. فاحنا عايزين الاتاحه في كل الاماكن، في المستشفيات، في المدارس، في الشركات، في المكاتب الحكوميه. انا المكتب الحكومي بتاعي ان انا في 9 سلمات، رغم ان انا ثابته وجودي وليا شغلي وليا نشاطي. لا ما شاء الله عليك بصراحه، فلازم اراده وقوه، احنا عايزين كل الناس. بصرف النظر بقى عن منى الشاعر خالص، لا تمام. المفروض ده انا كموظفه او كانسانه يبقى في اتاحه للمكان اللي انا شغاله فيه، حمامات ماشي. هل انا بتكلم ان هل بتبقى في مشاكل مع المجتمع نفسه يعني بالنسبه ليهم هم كمواجهه مثلا كاحتكاك خارجي بص بالناس؟ هقول لك على حاجه، هو اتفضل. انا هتكلم بصفتي منى، انا ان انا من تمام. ذوي الهمم. النقطه دي كانت بتتعبني زمان، بس جيت في وقت قلت لها لا انت ما تتعبنيش، ما بقتش شايفاها، رميتها ورايا خلاص، بقت هي الدافع ليا، حلو اللي جدا. بيبص لي بحس ان انا لا انت بتبص لي ان انا ظروفي كده، ظروفي دي زي ما بيقولوا كده وسام، شرف ليا، انا مبسوطه ان انا قاعده على كرسي يعني انت امتحان عملتي دعم لنفسك. بالظبط كده. البصه بدل ما تجيبني يعني ترجعني واخدها بطريقه سلبيه، لا انا خدتها ان هي دافع ليا ان انا اتحرك، ان انا انجح، ان انا اوصل. تمام. تمام، فدي الحمد لله يعني لغيناها. تمام. بتاثر على الناس التانية، لان الناس التانية بنبص بقى طالع عندهم شويه مشاكل مكلكعه، اللي هي التربيه، عدم التوعيه، عدم الوعي الاسري، ان انت عندك طفل لازم طفل معاق لازم تنميه، طول ما انت قاعد قول له انت ذكي، تعمل له دعم، تعمل اه له طول ما يعني انت قاعد كلمه، انت يحط له عارف، انت عارف طاقة الاعاقه إيجابية اللي صح؟ عندك دي، ده حاجه حلوه من ربنا، قد ايه ربنا بيحبك، ادي له طاقه، دعم. ادي له ايه، ابقى ماشي وانت مبسوط. انا مبسوطه بك، انا فخوره ان انت ابني، انا فخوره ان انت بنتي. هتبصي تلاقي، بصي جابت نتيجه تانيه خالص، نتيجه عكسيه خالص ماشي. غير اللي ايه، لا ما تخرجش من الاوضه، لا ما حدش يشوفك، حتى القرايب لا انت مقفول عليك الباب ده ما تخرجش. بيبقى اذى نفسي برضو بجانب ان هو ده بقى لو قلت لك اكتر من الاعاقه نفسها، تخيلي اكتر من الاعاقه نفسها. انا الاسره بتاعتي يعني الحمد لله، والدي والدتي واخواتي من يوم ما انا اتولدت هم بيعاملوني منى عاديه خالص، ما فيهاش اي حاجه، لدرجه ان انا لما كنت باجي اتعامل مع ذوي الهمم بيستغربوا، انت ما فيش حاجه مضايقاكي ليه، ما فيش حاجه جواكي ليه، ايه السلام اللي جواكي، ايه الحب الحياه ده، فاهماني؟ هقطعك في كلامك. فالحمد ناخد لله. ابراهيم من اسيوط. السلام السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. دلوقتي انا عندي وابني معاق وعايز يشتغل في الحكومه وشغله في اي حاجه، والاعاقه من 2015 معاه شهاده تاهيل. تمام. بس الشغله ازاي وهو من اسيوط، اشتغل ازاي وفين؟ طب انت حاولت تشغله بشكل عام يعني في شركة او في اي مكان؟ لا ما شغالش، هو بيشتغل شغل خفيف برضه كده، بس ما مش مدري تمام. عشان هو ما عياله عايزين شغل حد تكفيه هو وعياله. هو سنه قد ايه يا حاج؟ هو مخلص الدبلوم عند حوالي 24. طيب حضرتك ما توجهتش لاقرب مكتب عمل وقدمت له الورق؟ قدمنا في صدفة ومحدش رد علينا، ورحنا من القوة العامة في صدفة برضه. طيب هو معاه بطاقة الخدمات المتكاملة؟ لا من للأسف ما عملها. هو أول خطوة، أول خطوة حضرتك لازم تعملها تطلع له بطاقة الخدمات المتكاملة. تمام؟ تمام. ممكن بس تاخد رقم تليفوني وأنا هتواصل مع حضرتك إن احنا نشغله
وباذن الله هتتصل بالبرنامج وتقول لهم هو فعلا يشتغل الفتره اللي جايه باذن الله. اشتغل فين؟ هو يشتغل في اسيوط ولا يشتغل في مصر؟ في اسيوط، في محل، في مكان الاقامه بتاعته، ما انا مش هجيبه هنا، في المكان بتاعه. بس احنا بنتواصل مع بعض كمكتب عمل او وزاره قوى عامله، بنتواصل مع اقرب مكتب عمل للشخص ده وبنكلمه وبيشتغل. طب هو بعد ما المخدرات المتكامله يتصل بيك انت ولا ايه بالظبط؟ لا، اتصل بيا على رقمي وانا هشوف الموضوع ده معاك ان شاء الله. احنا هناخد الرقم في الكنترول ان شاء الله وهنكلمك. طب بص يا، لو سمحت اتفضل. ما بيتعين 5% في الحكومه دي بتتعين ازاي؟ في مسابقه ولا ازاي؟ لا، هي بتبقى عباره عن مسابقات والتقديم في تنظيم الاداره، جهاز التنظيم والاداره. طيب حضرتك، احنا هناخد الرقم بتاعك يا استاذ ابراهيم وهنتواصل معاك ان شاء الله بعد البرنامج. عايزه حضرتك توضحي لي بالنسبه للناس اللي برضو اكيد في ناس ذوي هم بيتفرجوا على البرنامج دلوقتي وعايزين طبعا يعرفوا ايه الخطوات اللي هيمشوا عليها، هم يعملوا كتوظيف. ايه مثلا؟ كتوظيف اول حاجه لازم دلوقتي، كان زمان في حاجه اسمها شهاده التاهيل، لان هو بيثبتوا نسبه الاعاقه او ويثبتوا كمان ايه، ان هو بيكتبوها ان شغله اداري او تمام. مثلا حالته ما تسمحش ان هو يشتغل، ممكن تبقى الاعاقه ايه في ايده. تمام. فدلوقتي اللي هي بطاقه الخدمات المتكامله، تمام. اول حاجه لازم يطلعها وبيتوجه لاقرب مكتب عمل، تمام، في المنطقه بتاعته. وشهاده المؤهل بتاعته والبطاقه بس. تمام. طب بالنسبه للناس اللي هي بتيجي مثلا عندها مشكله او حاجه وبتوجه ليكم، بيبقى التعامل معاها ازاي؟ هل بعد مثلا ما بتحلوا لها المشكله كده خلاص خلصت معاكم، ولا بيبقى في متابعه معاكم برضه؟ والله انا هكلمك بصفه شخصيه، انا بفضل مع الشخص لما بحس ان هو خلاص ارتاح في مكانه في شغله. ولو موضوع الاتاحه ده طبعا بتكلم فيها ان هم يسهلوا له الدخول الخروج الحمامات، يبقى ما نبقاش اليوم اللي هو جاي يشتغل فيه مخنوق. تمام. على قد ما بنقدر، فاهماني؟ تمام. بس طب معانا محمد من بني سويف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتورة منى؟ ازاي حضرتك؟ محمد درويش. أهلا وسهلا، عامل ايه؟ ازيك، عامل ايه يا دكتورة؟ الحمد لله والله. والله يا دكتورة أنت من أحسن الناس ومهتمية بالملف ده والله. ربنا يخليك والله، ده كله بفضل ربنا ودعائكم. وبصراحة أول رئيس جمهورية يجي يهتم بالملف ده والله، وشايفين احنا لازم كلنا نشكره على اهتمامه بينا، وبصراحه مش سايب اي حاجه غير ما بيوصي عليها في من ناحيه الصحه، من ناحيه التعليم، من الحمد لله. والله الملف ده وشايفين فيه انجاز عظيم والله، وفي كذا واحد تم تعيينه من قبلكم وربنا يهديه. هو حضرتك عايز اي سؤال للاستاذه منى؟ بوجه للاستاذه منى ربنا يوفقها ونشوف كده ان شاء الله افتتاح المؤسسه اللي هي بتاع اكتوبر ان شاء الله. هي امتى يا دكتوره منى؟ ان شاء الله، ان شاء الله هعلن عليها الفتره اللي جايه باذن الله. دعواتكم بس اهم حاجه. بشكر حضرتك يا فندم. ماشي يا دكتوره منى. دكتوره منى رابطه معانا في بني سويف ومراعيانا على طول والله. ربنا يخليك. ميرسي. ربنا يخليك. بشكر حضرتك يا استاذ محمد. شكرا. هل الاشخاص اللي حضرتك بتوظفيهم او اللي يتم توظيفهم عامه يعني بيبقى ليهم برنامج تاهيلي او توظيفي؟ لا، كمكتب عمل لا، يعني مفيش اي برنامج تاهيلي ليهم ولا اي حاجه. هو بيبقى جاي عارف شغله ايه، بنريحه في شغله، بنحاول. هو بيبقى طب في برنامج خاص مثلا ولا اي لا. حاجه خالص خالص. طيب وبيبقى في تواصل؟ طيب بالنسبه للناس دي لما بتجيلك حالات زي كده، بيبقى في تواصل ما بينكم وما بين اسرهم؟ هو مش كلهم بس في ناس بتتابع. هو معظم الاعاقات الذهنيه انا بيبقى التواصل مع الاسر مش مع الحالات نفسها. يعني انت تواصلك بيبقى مع الاسره نفسها؟ بيبقى في تطور طيب او بيبقى هم عندهم على فكره المصابين الداون دول اذكياء جدا. يعني انا الفتره الاخيره اهتميت بيهم، يعني بعدت عن الاعاقه الحركيه شويه. بس هما يعني الجو ملايكة. بتاعهم جميل على فكره. ملايكة. كنت مع حضرتك في في الايفنت لسه. أيوة. من بس جميل والله بجد. جميل جميل. هما بيخرجوا حتى الواحد كده من الحاله اللي هو فيها بجد. عارفه بتنسي نفسك بجد. ما انا كنت، هو كان يوم جميل وكنت عايزه اكمله يعني. انا عارفه يعني انا بحب جدا جدا يعني اقعد معاهم كده. ملايكه، بتحس انهم وعندهم اذكياء جدا، عندهم طاقه وعندهم حب الحياه
شفتي هما بيرقصوا كانوا عاملين ازاي، جمال جمال جدا، اذكياء قوي قوي قوي، عارفه بيلقطوا المعلومه بطريقه ما بيتعبوش حد. يعني انت لو عملنا لهم حاجه زي مصنع كده صغير ان هم يثبتوا نفسهم فيه ويثبتوا شغلهم ويثبتوا، هتفرق معاهم في حاجات كتير. طب من وجهه نظر حضرتك بما اني لك احتكاك كتير جدا بيهم، هو ايه ممكن الحلول اللي ممكن نقدمها ليهم بحيث ان هم فاهمه نطور منهم او نطلعهم من الحاله اللي هم فيها مثلا، هم بصي أو نعرضهم للاحتكاك الخارجي بالمجتمع؟ هم موهوبين، ندور على المواهب دي، نبحث ايه اللي جواهم، كل واحد جواه حاجه. يعني برضه يعني بنعمل تاهيل نفسي. ماشي. يعني انا بقول لك انا كنت عامله حفله عالم موازي اللي هي الفتره الاخيره دي، كان الدكتور اشرف معانا، دكتور اشرف الصبحي والدكتور انفين، ثبتوا وجودهم بطريقه جميله جميله جميله، من اللي رقص واللي مثل واللي تحس ان انت قدام فنانين موهوبين كده. يعني هما بيبقوا جواهم الحاجه دي بس محتاج ان حد يخرجها منهم. انا بقول لك نبحث بقى على اللي جوه، في منهم بيحبوا الرياضه ماشي، بس ان احنا ندي لهم فرصه. طب هل كل التخصصات متاحه ليهم ولا في تخصصات معينه؟ لا هو حسب الموهبه او الهوايه اللي هو فيها، هتبصي تلاقيه جوه حاجه، حاجه حلوه، حاجه كويسه. سمين. انا بصراحه يعني لقيتهم ثبتوا وجودهم في كل حاجه، كل حاجه. ومن هم اطفال معانا مصطفى طيب من المنوفيه، المداخلات ما شاء الله يعني. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ مصطفى؟ ازيك يا عبد الله؟ اتفضل حضرتك. ازي حضرتك؟ عندي مشكله بالنسبه للتامينات يا دكتور. اتفضل. ايه؟ اتفضل الدكتوره سامعاك، اتفضل. ايوه الوزيره كانت نزلت في 2017 ان المدن غير المنتظمه تكشف كل سنتين. رحنا نكشف حجز جزء. معلش عيد السؤال تاني بس، معلش الصوت بيقطع. نعم. الصوت بيقطع، عيد السؤال معلش. من 2017، من 2017 وقت جزء من مش سامعه الصوت، مش واضح. سامعني كده يا دكتور؟ تمام. اتفضل حضرتك كده وانا هحاول اسمعك. نعم. بقول لك من 2017، من 2017 تحولت ان احنا نكشف، واخد لك، وخدت عقد جزئي. تمام. طب ممكن تسمعنا بس من التليفون، توطي التلفزيون؟ نعم. انا بعيد خالص يا دكتور، بعيد عن التلفزيون خالص. اتفضل. ماشي كمل. ماشي. خدت حجز جزئي، الورق راح شبين، ومن شبين قام راح مصر، عملنا بتاع المستحقات المتاخره دفعناه في شهر 5/20، ولحد دلوقتي ما حدش رد علينا خالص يا دكتور. انت كنت مقدم على ايه؟ على وظيفه؟ انت خدت؟ لا ما كنتش مقدم على وظيفه، انا كنت مأمن، كنت مأمن تأمين عام الترعيه. داخله في التأمينات الاجتماعيه. ده يعني هم ودوا الورق بتاع حضرتك فين؟ هو حددوا نسبة العجز بتاعتك مثلا، هو كان الإصابة فين بالظبط؟ الوزيرة كانت طلعت قرار يا فندم، طلعت قرار ان العمالة غير منتظمة، انا أأمن على نفسي. تمام. مش مأمن تبع قطاع حكومي ولا حاجة. لا. ماشي؟ تمام. الوزيرة كانت طلعت قرار واحنا نمشي في خط عجز جزئي في 2017. تمام. عجز جزئي في 2017. مش الورق ده في مصر، لكن تتعرض على التوجيه الفني والكلام ده كله، قال لك تدفع المستحقات القديمه اللي هم من 2017 لحد 20. تمام. قال لك منتظرين لجنه خماسيه. طب انت ما رحتش اقرب مكتب تامينات وسالته؟ رحت وسالت. طيب. رحت وسالت وسافرت التامينات اللي في الالفي، قال لك لسه احنا كاتبين مذكره، انتوا لسه مش عارفين لكم حل عشان القانون 148 لـ 2018. ده عايز شكوى. قالوا لا يا حبيبي، قالوا لا يا حبيبي، الوزاره طلعتها، انتوا غدرت مركونه لسه في مكتبك. بنشكر حضرتك يا فندم، والاستاذه منى كده فهمت السؤال وهترد على حضرتك. هو لازم يكتب شكوى ويتوجه لاقرب مكتب تامين، لان هو المشكله كلها في مكتب التامينات. والتاخير ان هم يردوا عليه لحد دلوقتي ده تاخير، انا شايفه ان هو ايه من الموظفين. يعني تمام. هو طبعا احنا هنقول من الضغط اللي عليهم، مش هنقول ان هم متعمدين، بس هم فعلا تاخير ورق مش اكتر.
طب ايه الحاجات اللي حضرتك هتشتغل عليها الفتره اللي جايه؟ المؤسسه. انا عايزاكي تكلمينا بقى شويه عنها. المؤسسه ان شاء الله ان شاء الله يعني هيبقى فيها مركز تدريب كبير لتعليم لغه الاشاره للشباب. للشباب والشابات طبعا، عشان يخدم المحاكم ويخدم النيابات المستشفيات، لان احنا بيواجهنا حتى واحنا ماشيين في الشارع ما بنبقاش عارفين هما بيقولوا ايه. تمام. ممكن يبقى تعبان ويتكلم انت مش عارفه هو في ايه، فاحنا عايزين نهتم بالنقطه دي شويه. تمام. طب انت بمناسبه التوظيف، والاكيد الناس اللي بتجيلك كتير في موضوع التوظيف ده، ايه اكتر المشكلات اللي بتواجهك في التوظيف؟ اكتر المشكلات اللي بتواجهني انا مش عايزه اقول يعني، لان عايزه اقول الشركات بس الشركات يعني عايزين يعملوا النسبه بس، انا مش عايزه كده. مش عارفه ان في حمله حضرتك شغال عليها. ايوه بالظبط كده. فكلميني عنها كده على السريع. ولا انت مش عايزه تقولي؟ الحين مش عايزه بصراحه، خليها مفاجاه احسن. يعني كده وعد المشاهدين ان في ان شاء الله الفتره اللي جايه في مفاجاه، الحلقه اللي جايه باذن الله يبقى في اخبار حلوه للناس كلها. انا بتمنى كده، وانا عايزاكي كل بصي كل حلقه كده تفاجئيني بحاجات جديده ان شاء الله باذن الله. وانا مبسوطه جدا بوجودي معاكي ووجودك معايا النهارده، وهنشوفك ان شاء الله في حلقه جديده ان شاء الله باذن الله. بشكر حضرتك يا فندم. نروح لفاصل ونرجع مع فقرتنا الثانيه. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وكل فقره عندنا بتبقى مختلفه عن الثانيه. النهارده معايا مغنيه المستقبل زينب مبروك. اهلا بيكي يا فندم. اهلا وسهلا. عامله ايه؟ الحمد لله. كويسه ولا لا؟ الحمد لله. مستعده؟ تمام. تمام. بصي يا زوب، الاول عايزاكي تعرفي نفسك للمشاهدين. انا زينب، اسمي زينب مبروك عبد الله، سنه 18 سنه. تمام. درست اخر، كنت ثالثه صنايع فني يعني. تمام. وبس. الاول عايزه اعرف ازاي عرفت ان انت عندك موهبه؟ من وانا صغيره. من وانا صغيره يعني، من وانا صغيره كده كنت بدندن مع نفسي كده، فجماعه في البيت كانوا بيسمعوني بيقولوا صوتك حلو كده، فانا اكتشفت ان انا صوتي حلو يعني. طب ممكن تسمعيني حاجه؟ حاضر. انشديني براحتك. شوف انت اي حاجه كده بصوتك. شفت يا ما ناس منى هتعيش العمر جنبك، برضو ما يكفيش احلى دنيا عندي، ما تساويش بالله معك يا رسول الله، وحشنا يا رسول يا سيدنا، شوقنا زاد والله، ومهما طويل الغياب محمد مشتاق لك والله، محمد قلبي عليك صلى، ده انا زاد في قلب حبيبي ودموعي مالية العين، طمعان بقالي سنين اني ازور المصطفى مرة، واني ازور المصطفى مرة، وحشنا يا رسول الله، يا سيدنا شوقنا زاد والله، مهما طويل الغياب محمد مشتاق لك والله، محمد قلبي عليه صلى. السلام. ايه الجمال ده؟ وعامله لي مكسوفه بره بقى. انا اصلا صوتي احسن من كده بس انا مكسوفه بره. والله جميل، وانا صوتك بجد جميل يعني، وانت جميله اصلا.
قولي لي يا زازا. طيب مين كان بيشجعك في البيت او صحابك ايا كان، يعني مين كان بيشجعك على الغنى؟ انا اولا يعني معلش انا صوتي احسن من كده بكتير جدا، بس انا عشان لسه اول مره فمتوتره. لا صوتك جميل والله، صوتك طلع جميل. انت كده انا بدندن في البيت مع نفسي، مش هدندن تاني بصراحه يعني. لا صوتك جميل بجد، ربنا يخليك. اصحابي في المدرسه، في البيت طبعا، لما كان جماعتنا طبعا بيتنا احنا، لما كانوا بيسمعوني وانا بغني كانوا بيقولوا ان انا صوتي جميل، بس ما حدش كان بيشجعني غير زمايلي يعني. ما هو اهلي مش هيشجعوني طبعا يعني، انا في البيت فلاحين بقى وكده، انت فاهمه. لما كنت بروح المدرسه في بنات زمايلي سمعوني، كان عندنا طبعا في المدرسه مسرح، مسرح للمواهب ونغنوا والشعر وكده. يعني انت كنت بتشاركي في نشاطات؟ أيوة في المدرسه. ايوه طبعا، وخدت المركز الاول كذا مره. كنت بطلع باناشيد دايما دينيه، وكنت على طول كانوا بيختاروني، انا الوحيده اللي كنت في المدرسه صوتي حلو. وكان كل ما حد يسمعني يقول لي كملي يعني، حاولي انك توصلي، صوتك حلو يعني. انت حاولتي تطوري من نفسك في المشوار ده ولا لا، ولا أيوة وقفتي عند حد ده؟ ما حاولتش اطور غير يعني السنه دي، لان ما حدش يعني ما حدش شجعني كتير غير السنه دي. اشتركتي طيب في كورسات تدريب اصوات او فقرات موهوبين او اي حاجه من دي؟ لا انا كنت بطلع مسابقات بس تبع المدرسه. طب كلمينا على البيت عندك، رايهم ايه؟ رايهم يعني انا شايفه ان صوتك بجد جميل، يعني هم رايهم ايه في البيت؟ هما في البيت رايهم طبعا هما موافقين على ان انا اكون منشده دينيه. انا امنيه حياتي ان انا ابقى منشده دينيه. اشمعنى طيب؟ عادي يعني انا حابه كده، حابه ان انا منشده، صوتي حلو يعني في كده، فانا حابه كده. طب مين اكتر حد انت بتاخديه قدوه ليك او انت بتحبي تسمعي له مثلا؟ ماهر زين اكتر واحد بجد يعني بموت. طب ما تسمعي لنا حاجه طيب من هو اللي لسه قايله له. سمعي لي حاجه تاني. ممكن اقول لك لاجل النبي. طيب وانا بحبها على فكره دي برضه. لاجل النبي، لاجل النبي، لاجل النبي، تقبل صلاتي على النبي، لاجل النبي، لاجل النبي، لاجل النبي، لاجل النبي، تقبل صلاتي على النبي، لاجل النبي، يا إله الكل كلي كلي، انت عالم بيا كلي كلي، يظلموني انت شايف، يتهموني انت عالم، من عبادك ايه حصلي، ايه حصلي، انا في جاه النبي، تكرم عبيدك والنبي، لاجل النبي، لاجل النبي، لاجل النبي، القعدة حلوة والنبي عند النبي. اقول لك ايه، اقول لك ايه توتر. تاني يعني التوتر هيموت. لا والله جميله، صوتك جميل جدا. يعني انت نفسك تبقي ايه في المستقبل يعني، او بتفكري ان انت توصلي لايه بالظبط؟ منشده دينيه. طب ايه اللي انت بتعمليه عشان توصلي لكده؟ زي حضرتك طبعا انا جيت هنا علشان كده. وقبليكي كنت يعني اي حد بيقول لي ان انا يعني اي حد يقول لي ان انا هوصلك، هحاول ان انا اوصلك، هفضل معاكي لحد ما اوصلك، كنت بشبط فيه. يعني لا هو بس الطموح حلو، وحلو ان انت تبقي حاطه هدف قدامك وعايزه توصلي له. ايوه بس اكيد اي واحد يعني، انا مثلا عايزه اوصل ان انا ابقى عالميه بقى مشهوره، فبعمل ايه؟ بمشي على ستيب معينه، خطوات معينه. ايه الخطوات بتاعتك انت اللي انت ماشيه عليها حاليا؟ مش فاهمه برضه. انت ايه اللي انت حاطاه قدامك وماشيه عليه عشان توصلي ان انت تبقي منشده دينيه؟ زي مثلا عامله قناه على اليوتيوب، بس هي مش بتاعتي حاليا يعني، يا صاحبة واحده صاحبتي هي اللي عاملاها لي، عاملاها على تليفونها مؤقتا بس، على انا ما اعملها، ان انا مش بفهم فيها حاجه، هي اللي فاهمه، وبنزل فيديوهات باسم انا عليها. الفيديوهات دي بتنزل بصوتي وكله بيقول صوتي حلو. هل انت بتالفي كلمات مع نفسك، ولا بس انت مثلا منشدين دينيين انت بتاخدي اغانيهم بتغنيها زي كده؟ لا انا باخد اغاني منشدين بصراحه. طب حد في العيله عندك صوته حلو؟ ماما وخالي. طب وجيلها كده. ايه وجيلها كده رساله من عندك هنا.
طبعا ماما صوتها جميل جدا يا جماعه. تمام. طب بصي انا عايزاكي بقى ايه، طبعا صوتك حلو وجميل، جربنا في الانشاد الديني. ممكن اسمعك واحده تانية عادي؟ اصل انا بصي يعني انا ده هستغلك النهارده. والله صوتي، بصي انا صوتي حلو والله العظيم يا جماعه، بس انا اللي متوتره معلش. لا التوتر عشان توتر. اول مره. ما فيش توتر ولا اي حاجه. انت صوتك جميل، وانا عايزه عايزاكي تقولي لي اغنيه. مين المطربين بتحبي تسمعي له بغض النظر على الانشاد الديني؟ تامر عاشور، شيرين. تمام. كلهم. سمعي لي حاجه ليهم. ايه؟ اختاري كده اغنيه وسمعها لي. تامر عاشور. ماشي. سمعتي تامر عاشور؟ بتضحكي ليه؟ عادي والله يعني حاجه. بصي خدي الامور كده ببساطه. لا 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 خالص، بالعكس صوتي جميل. كلموها عني من بعيد لبعيد، عرفوها اني لسه بحبها، وامانة حد يقولها بسأل عليها ازيها وعاملة ايه. وفاكر ليها ايام بتصبر بيها، وعشان عندي امل فيها هنساها يا قلب انا ليه. وفاكر ليها ايام بتصبر بيها، وعشان عندي امل فيها هنساها يا قلب انا ليه. كلموها عني من بعيد لبعيد، عرفوها اني لسه بحبها، وامانه حد يقولها بسال عليها ازيها وعامله ايه. الله على الصوت. يعني اقول لك ايه تاني؟ يعني مش عايزه مني كلام. معانا مداخله تليفونيه. صلاح من البحيره، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. انا برحب بحضرتك والاخت الضيفه الكريمه. اهلا بيك. اهلا بيك. عايزه يعني هي في الانشاد الديني ان شاء الله تبقى حاجه كويسه، وعايزه اللي يوجهها توجيه الصحيح انها تنضم لفرقه الانشاد الديني. عايزه حد بس يوجهها وان شاء الله يجي منها وتبقى حاجه دي يعني تنفع المجتمع. هي صوتها بصراحه جميل فعلا. يعني عايزه اللي يشجعها وتنضم ان شاء الله، ربنا يكرمها ان شاء الله تبقى حاجه كويسه ان شاء الله باذن الله. بشكر حضرتك يا فندم على اتصالك. شكرا. ادي اهو اراء الناس، انا ما جبتش حاجه من عندي. والله يا جماعه عايزاكم تصدقوني انا مكسوفه، التوتر مبوظ صوتي. انا صوتي جميل والله. لا انت لا، وصوتك حلو، انت اصلا اديتي اداء حلو وصوتك فيه احساس. طب ليه انت ما حاولتيش تنضمي لاي فرقه للانشاد الديني؟ ما عرفتش. ما فيش حاجه اسمها ما عرفتش. يعني ما عرفتش ازاي اروح لمين ولا اقول لمين عشان يوصلني لكده؟ ما كنتش عارفه ازاي. لا بصي، انت اي بني ادم بيسعى لهدف معين او بيحط حاجه معينه في دماغه لازم يدور وراها ويدور. ايوه طب انا طبعا اسعي واسالي. اسالي. سالت كتير وفي ناس معايا اللي هم بصي اللي سمعوا صوتي في المدرسه بتاعتي. في ناس كتير خالص حاولوا ان هم يعني خدوا رقم تليفوني قالوا لي اي حاجه هنقول لك على طول. يعني انا كنت معاهم، يعني كانوا هم دول هيوصلوني. ما هو انت برضو ما تسكتيش، فاهمه؟ أيوة. يعني كان في منهم ناس بتاخد ليا فيديوهات وانا بغني كانوا بيطلعوا على صفحتهم. ده اللي كان هم بيقدروا يعملوه لي. لكن انا ما لقيتش حد يعني اللي هو زي حضرتك كده. طبعا يعني لسه متعرف عليك قريب واتشرفت جدا بمعرفتك والله العظيم. انا ليه الشرف ليا، ربنا يخليك. يعني يمكن لو كنت انت السبب ان انا اوصل لحلمي ده بجد مش هنساه. بصي انت اسعي، وربنا ربنا هو السبب في كل حاجه. يعني ربنا اللي بييسر الامور، بس ربنا بيقول اسعي يا عبد وانا اسعى معاك. انا نفسي طبعا. اعملي اللي عليك وربنا ان شاء الله هيكرمك ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. ناويه تعملي ايه الفتره اللي جايه؟ مش عارفه.
لا مفيش حاجه اسمها مش عارفه. استنى بقى اشوف بقى اللي هيحصل. انت ناويه تنضمي مثلا، هتدوري على حاجه زي كده وتنضمي طبعًا مثلا لفرقه معينه او بس؟ أيوة. انت محدده مجالك في الانشاد الديني صح؟ ايوه طبعا. صعب خالص ان انا اوصل للمجال التاني، صعبه جدا دي. يعني ايه بتبقى اصوات خاصه بيبقى المجال ده ليه اصوات خاصه. الانشاد الديني انا حافظاه كويس وعارفه الحانه كويس كده يعني، لكن مش فاهمه انا في المجال التاني قد كده يعني. بحفظ الاغاني التانيه يعني، انا حافظه لشيرين، ممكن اقول اغنيه لشيرين بس صغيره. ماشي اتفضلي. لا متاح ليكي الوقت، خدي راحتك بقى. شكرا. يعني خلاص انا مش هشوفك تاني، مش هلمسك، مش هحكي لك عن حاجة تعباني. كنت روحي لما كان جوا روح، عمري ما تخيلت انك يوم تروح. كنت روحي لما كان جوا روح، عمري ما تخيلت انك يوم تروح. مش فاضل لي من غير حبة جروح. مع السلامة يا حبيبي وفي أمان، عمري ما أقول يوم عليك ماضي وكان، عمري ما أنسى مهما طال بيا الزمان. بصي بعد اللقاء ده انا هتواصل انا معاكي، لا هيجي لك اتصالات عروض كتير يعني، مش هتكلم تاني. معانا محمد من الزقازيق. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيادتك يا فندم ما شاء الله صوت البنت دي عسل جدا يعني. عايزين نعرف هي منين، بس من بلدها منين بعد اذنك؟ هي من البحيره. من البحيره. سيادتك في فرق الانشاد الديني في قصور الثقافه، سيادتك يا ريت يتوجهوا يعني بنتي دي للمكان ده. تمام. انت سامعه اهو، اكيد انت عارفه في البحيره. ايوه طبعا اهو، ناس بتساعدك على الهواء. شكرا يا سيدي. فرقه الانشاد الديني سيادتك حاجه يعني جميل في فصول الثقافه وبتهتم فعلا بالشباب كده. طب ايه النصيحه اللي حضرتك ممكن تقدمها لزينب؟ يعني ان هي تتدرب، يا ما شاء الله صوتها جميل بس عايزه شويه تدريب سيادتك. تمام. هي عايزه بس حتفتحها على الطريق الصح، وازاي تطلع النغمات وازاي تطلع المقامات والحاجات دي يعني. ماشي بشكر حضرتك يا فندم. بصي اراء الناس لوحدها دي تكفيكي يعني النهارده، وتشيل التوتر اللي عندك ده خالص النهارده. الحمد لله. عايزين نختم البرنامج بقى باغنيه جميله من عندك. انشد ديني بس مش كده. مش عارفه، مش فاكره اي حاجه. انشد ديني، شوف انت عايزه ايه. ماشي معلش افتكر بس ثانيه. رقت عيناي شوقا ولطيبة زرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. شكرك على اللقاء الجميل الممتع ده النهارده. شكرا. ودي خير ما نختم بيه اللقاء. تشرفت وبكده تكون نهايه حلقتنا. استنونا في حلقه جديده من حلقات برنامج ساعه مع جهاد.